يا ولسه مكملين معاكم بقيه فقراتنا. الحقيقه الفقره اللي معايا دلوقتي هي فقره اتطلبت مننا كتير جدا هنا في صباح البلد، ان احنا نتكلم عن الفاشن والموضه. فجبنا لكم بقى ست كده وبنوته زي القمر، هي قدرت تعمل بالانس بين شغلها وهي مضيفه طيران ان هي تحقق حلمها وتبقى مصممه ازياء. ولينا الشرف ان هي تكون معانا النهارده مصممه الازياء ايمان عدلي، اللي هنتكلم معاها في كل التفاصيل النهارده بقى، موضه الشتاء وموضه الخريف وايه الحاجات اللي بتناسب المليانين شويه وايه الحاجات اللي بتناسب الرفيعين شويه. هنعرف كل ده من مصممه الازياء المصريه ايمان عدلي. صباح الفل عليكي ومنوراني النهارده في صباح البلد. ازيك يا نهاية؟ ايه الوانك الحلوه قوي دي؟ ربنا يخليكي، ثانك يو. مبسوطين ان انت موجوده معانا النهارده، وهنستغل بقى وجودك معانا وهنعرف منك كل التراكس وكل الاسرار الموضه بتاعت الشتاء ده. الاول عايزه اعرف منك، انت اصلا مضيفه طيران، ازاي قدرتي تعملي بالانس وتحققي انك تكوني كمان مصممه ازياء؟ بصي، هو صعب ان انت تشتغلي حاجتين في نفس الوقت وتعملي البالانس ده، بس انا جيت في وقت، يعني انا من الاول، يعني من مثلا من قبل الطيران وانا نفسي جدا ابقى مصممه ازياء جدا. فجيت دخلت مجال الطيران، كان صعب جدا ان انا احقق الحلم ده. جه في وقت انا تعبت شويه فوقفت طيران، فقررت ان انا فعلا هعمل كده. دي كانت الفتره اللي انت قدرتي فيها تعملي ده؟ قررت ان انا، لا انا انا هقرر ان انا هعمل كده وهبقى. ودرست فعلا، خدت دبلومه سنتين في جامعه. ومن اول يوم في الدبلومه وانا يعني I open my page وكده، وابتديت ان انا اصمم واعمل حاجات اللي انا باخده في الجامعه بطبقه، وفي نفس الوقت بطير. بس وكمان او رجعت تطير تاني؟ اول سنه كنت بطير، بس بعد كده بقيت بطير طبعاً. شويه شويه بتعملي البالانس كده وبتاخدي على الموضوع. طبعا بتبقي ما عندكيش وقت، بس اللي عايز حاجه بيعملها. حلو قوي قوي بجد، وحاجه جميله جدا. عاوزين نبتدي كده نشوف تصميماتك، ممكن لو تصميم من تصميمات ايمان عدلي جاهزه نشوفها. يلا. شتوي عباره عن كوتس. اول بنوته معانا ده اوفر سايز كوت. اوكي، محجبه طبعا، وينفع غير محجبه. اوكي، اوفر سايز البيزك اللي هو حلو قوي. وحلو كمان انت مش عامله اي زراير ولا اي حاجه، انت سايباه كده اوبن كده. ممكن يتعمل له زراير، بس هو ستايله ان هو اوبن. والحاجات دي موضه قوي، وموضه بطول كمان. دي حاجات لو اطول. حلو، شايفه ان هي لابساه على بنطلون ليذر جلد، وال لا شكله حلو قوي، و يعني حلو ان احنا نعرف ان ده كمان موضه السنه دي، ان هو يبقى اوبن، لان دايما بنشوف البيلت انه لازم يكون في بيلت ولازم يكون في زرار. لا فعلا الموضه قوي المفتوح اللي ما فيهوش اي حاجه، حتى الطويل قوي موضه. ده ممكن يتلبس على دريس يا ايمان ولا بس طبعاً. على لا ممكن يتلبس على دريس، حسب تعملي له ستايلنج ازاي. ممكن تلبسيه على دريس وبوت زي ما هي لابسه كده، وممكن تخليه كلاسيك ان هو يبقى على تالون. حسب انت بتعملي ستايلنج ازاي. لا حلو جدا. ممكن نشوف حاجه تاني؟ شفنا الحاجه اللي تنفع المحجبات، بتهيألي الشتاء تنفع معظم الاثنين. تنفع الاثنين. اصل دايما عارفه المحجبات بيبقوا صعب يلاقوا يعني صعب ان هم يدوروا على الستايل بتاعهم. طبعا. ده حلو قوي برده، لونه حلو قوي، وده برده ينفع مفتوح ينفع مقفول. اوكي، ممكن تقفليه لنا كده، ممكن البنوته الموديل تقفله لنا. ده كده لما قفلناه مثلا قلب كلاسيك شويه. لما تفتحوا هيبقى، انا شايفه كمان ان انت ملبساهم على بناطيل واسعه وحلوه. الستايل قوي كاجوال، مش لازم تلبسيه على تالون ودريس. وممكن برضو يتلبس على ده بقى فيه فتحه من ورا، يعني ده مختلف شويه عن التاني. وده برضو ينفع اوفر سايز كاجوال، ان انت تلبسيه اوفر سايز. لا هو حلو قوي بصراحه. الكمام الواسعه معانا موضه قوي زي ما انا لابسه النهارده. الكوتس كمان الكمام نازله السنه دي، الكمام الواسعه الاوفر سايز نازل قوي السنه دي. اوكي، هو بقاله فتره برده معانا، بس في الشتاء كمان الناس برده بتخاف. خلي بالك يا ايمان ان لو هي مليانه شويه تلبس حاجه اوفر سايز. طبعا. صح. طبعا. هل ده بقى هتوسع يعني معاها وتملى، يعني فالمفروض تعمل أكتر. ايه مثلا لو هي مثلا عايز تلبس كوت بس هي جسمها مليان، ما تلبسش اوفر سايز، بس ما تلبسش برده تايت. تلبس بس تلبس حاجه على قد ما مش ماسكه قوي، مش قافله على جسمها قوي، مبينش قد ما قاسها بالظبط، اللي هو حاجه اتس فيتنج هير بودي.